السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن درس جديد من الوحدة الثالثة، شخصيات وأحداث في عصر الدول المستقلة، وهو الدرس الثاني، الدولة الفاطمية في مصر لمؤسسها المعز لدين الله الفاطمي. طبعا أول حاجة هنتكلم عليها في الدولة الفاطمية في مصر، طبعا أول حاجة هنتعرف أن مصر كانت بتعاني من الضعف والانهيار في أواخر عصر الإخشيديين. طبعا ده هيترتب عليه أن هنا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي هيرسل قائده جوهر صقلي بجيش كبير لفتح مصر، وهيضمها للخلافة الفاطمية دون مقاومة. ثالث حاجة أن هنا الخلفاء الفاطميون كانوا بيحتفلوا بالأعياد المسيحية والأعياد الإسلامية، طبعا الأعياد المسيحية مثل عيد الغطاس، إلى جانب أنهم كانوا بيهتمون بالمناسبات الإسلامية مثل المولد النبوي الشريف، طبعا أنهم كانوا يتبادلون الحلوى في المناسبات. بعد كده هنتكلم عليها في درسنا النهاردة، أعمال المعز لدين الله الفاطمي. طبعا سنة 5 أول حاجة هيعملها المعز لدين الله الفاطمي أنه هو هيأسس مدينة القاهرة. طبعا هو عمل وفتح مدينة جديدة، طبعا لازم هيكون ليها عاصمة عشان تحكمه، فهيبعت قائده جوهر بفتح القاهرة 969 ميلاديا 358 هجرية. طبعا هيحيطها بسور عظيم، وكان من أشهر أبواب القاهرة هو باب زويلة. تاني حاجة وهو تأسيس الجامع الأزهر. طبعا هنا برضو المعز لدين الله هيأمر قائده جوهر الصقلي ببناء الجامع الأزهر في القاهرة. طبعا الجامع الأزهر ده يكون ليه أهمية هنعرفها دلوقتي. إيه هي أهمية الجامع الأزهر بما تفسر؟ أول حاجة أنه كان من أشهر الجوامع في العالم الإسلامي. تاني حاجة أنه كان من أكبر جامعة إسلامية بيقصدها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم. تالت حاجة هنتناولها من أعمال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وهو مقر الخلافة، حيث قام المعز بنقل مقر الخلافة الفاطمية من المغرب إلى القاهرة، حيث أصبح المعز لدين الله الفاطمي هو أول الخلفاء الفاطميين في مصر. رابع، الدولة وتوسعها، حيث قام المعز لدين الله بضم لملكه بلاد الشام والحجاز عندما جاء إلى مصر في عام 361 هجريا 972 ميلادية، حيث اتسعت دولته اتساعا كبيرا وامتدت حتى سواحل المحيط الأطلنطي. خامس حاجة هنتكلم عليها وهو إنشاء الأسطول. طبعا اهتم المعز لدين الله الفاطمي بتأسيس اسطول قوي لتأمين حدود دولته عن طريق البحر. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان الاسطول من السفن الحربية. طبعا اهتم المعز لدين الله الفاطمي عندما جاء الى القاهرة بانشاء اسطول بحري، حيث تفوق الاسطول المصري على الاسطول البيزنطي، لذلك عرف من اعظم الاساطيل. بعد كده هنستعرض بعض الأسئلة في درسنا النهاردة، وهو بما تفسر. أول حاجة بما تفسر أحاط الفاطميون القاهرة بسور عظيم. طبعا احنا عرفنا ليه أحاطها، عشان يدافع عنها ضد أي اعتداء يقدر يتمكن من الدفاع عنها. تاني السؤال عندنا بما تفسر تسمية الجامع الأزهر بهذا الاسم. طبعا هنا هنقول أنه نصب الجامع الأزهر إلى السيدة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان وإلى جانب أنه كان من أشهر المساجد. تاني نوع من الأسئلة عندنا النهاردة، ما النتائج المترتبة على، وهو أول حاجة ما النتائج التي ترتبت على الضعف والفوضى في أواخر عصر الدولة الإخشيدية. طبعا احنا عرفنا في أول الدرس هترتب عليه إرسال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي جيشا لضم مصر للخلافة الفاطمية. تاني سؤال وهو من أكون، طبعا وهو أي لمن تنسب الأعمال الآتية. من هو مؤسس الدولة الفاطمية في مصر؟ المعز لدين الله الفاطمي. تاني سؤال معانا في الشخصيات، من القائد الذي أرسله المعز لدين الله الفاطمي لفتح مصر؟ هو كان القائد جوهر الصقلي.
وبكده نكون استعرضنا درسنا النهاردة من أهم النقاط اللي فيه، وعرضنا بعض الأسئلة المهمة اللي فيه.